لما سمعت عن مصطلح الاكزيت ستراتيجي جه في بالي الهروب او الخساره او ان في حاله طوارئ في مكان بعد الشر. بس الاكزيت ستراتيجي في البيزنس مش دايما حاجه وحشه او مفاجاه، بالعكس دي مهمه قوي تكون في بال اي انتربرنور وهو بيشتغل. ده حتى شيء اساسي عند الانفسترز كمان، لانهم محتاجين يعرفوا هيستفيدوا ازاي من الانفستمنت اللي هما بيعملوها وامتى هيوصل الريتيرن المتوقع. يعني لو استثمر معاك باكس محتاج بعد سنه مثلا انه يعمل اكزيت بخمسة اكس، وده حتى اتفاق ممكن يتكتب في الشير هولدرز اجريمنت من الاول خالص. ولو اتكلمنا على الاكزيت ستراتيجيز بتاعت الانفسترز فهي تقريبا تشبه الاكزيت ستراتيجيز بتاعت الفاوندرز، لان مؤسس الشركه يعتبر واحد من المستثمرين برضو، حاطط وقته وفلوسه ومنتظر العائد. وفي كذا طريقه ممكن ياخد بيها العائد ويجمع نتيجه تعبه. بالمناسبه كنت بتكلم مع محمد حجازي بحكم شغله كانفستمنت اسوسييت في كايرو انجلز، ودي واحده من الانجل انفسترز في مصر، ومحمد ساعدني افهم اكتر عن الموضوع ده. اولا هو ايه معنى اكزيت ستراتيجيز؟ ببساطة هي الطريقة للمستثمر أو صاحب الشركة مخطط يخرج من الانفستمنت اللي عمله عن طريقها، فهي خطة مفصلة بيتكلم عن إزاي هتخرج من الشركة أو هتباها في الآخر، وبتساعدك إنك يكون عندك خطة لأي أحداث غير متوقعة، وعن طريقها ممكن تأمن نقل ملكية الشركة لحد تاني لما يجي وقت وتحب تطلع معاش أو حتى تعمل early retirement. طيب ليه أنت لو entrepreneur محتاجها؟ ده البيزنس يعتبر البيبي بتاعك، مش المفروض عمرك ما هتتخلى عنه؟ بص خلينا اقولك ان حتى لو مش ناوي دلوقتي محتاج تخطط عشان هتوصل لمرحلة من دول في حياتك، يا هتبيع الشركة او هتنقل الملكية او هتقفل البيزنس في يوم من الايام. طبعا الاكزيت ستراتيجيز بتغري المستثمرين انهم يختاروك عشان بتضمن ليهم سيف اكزيت بلان وتوجههم ازاي يعملوا هيلثي ريتيرنز، فبيتشجعوا انهم يستثمروا معاك علشان شايفين الدخول والخروج والعائد شكلهم عامل ازاي. وبرضو من اهميتها انها ساعات بتخليك تعرف امتى تكويت لو الدنيا مش بتمشي زي ما انت عايز، وبتكون افضل انك تحدد ازاي ممكن تفض الشركة باقل خسائر ممكنة بدل ما تكمل وتصرف عليها اكتر على امل الدنيا تتزبط. طبعا كل حاجة وليها تفكيرها وظروفها، اهم حاجة عشان تختار صح تبقى عارف انت عايز تأكزت ليه وامتى، علشان دول اللي هيساعدوك تختار الاستراتيجية الأفضل بالنسبة لك. طيب نفترض انك قررت تقفل البيزنس، هتعمل ليكويديشن للأسيتس أو يعني هتبيع الممتلكات بتاعة الشركة وهتدفع المديونيات لو فيه، وبعدين تقسم الفلوس كديفيدنس على باقي المستثمرين والشركة. في مخرج تاني اسمه merger and acquisition، وده بتبيع ملكية الشركة أو جزء منها لشركة تانية، في منها أنواع حسب الاتفاق، يعني في حالات ممكن بيكون فيها بقاء وصلاحية إدارتك للشركة، وفي حالات بتخرج منها نهائيا، وده زي اللي حصل مع شركات كتير مثلا زي أوبر وكريم لما أوبر اشترت كريم ب3.1 مليار دولار في 2019. كمان في acquisitions مشهورة زي فيسبوك لما اشترى واتساب ب14 مليار دولار في 2014، والميرج أو الدمج زي جوجل وأندرويد. في الأكوزيشن بتكون شركة بتشتري شركة تانية وبتسيطر عليها بشكل كامل، وفي أغلب الحالات بتكون تحت إدارة واحدة. أما الدمج أو الميرج بيبقى ما بين شركتين انضموا لبعض، ممكن يفضل اسم الشركتين وكل الموظفين ويتشاركوا في الديتابيز والموارد والتسويق والمصانع. أما النوع الثالث بعد الليكويديشن والميرجر اند أكوزيشن هو سيلينج تو أفريندلي باير، وده نقل ملكية الشركة برضو لكنه لحد معرفة أو أبقى واثق فيه إنه كفاءة وهيقدر يكمل ويكبر الشركة. ممكن يكون فرد من العيلة أو من اللانتورك بتاعتك، وممكن حتى يبقى حد في الإدارة مثلا وحابب يمتلكها. وآخر حاجة هي إنك تبيع أسهم الشركة للعامة اللي هي بتتسمى بالآي بي أو Initial Public Offering، أو بعملية طرح الأسهم للبيع. دي طريقة بتدي ownership وإيكوتي، أكنك بالضبط بتنقل ملكية الشركة من عندك لمشترين الأسهم. بالرغم من ان الاكزيت ساعات بتبان كانها النهايه الحزينه، بس خليها دايما بدايه لمحاوله تانية وستارت اب جديده، لانها ممكن تعود عليك بمكاسب ماديه وكمان خبره متراكمه. الانتربرنور الشاطر مش بيغلب وبيحب كل شويه يبتدي حاجه جديده ويكتشف ايه الفرص المتاحه حواليه،